الآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكراً أميرة وأدا، ونتابع أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. استضافت القاهرة الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي شهد تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام 2023 من قبرص التي تترأس النسخة الحالية للمنظمة هذا العام. تناول الاجتماع إنجازات المنتدى خلال العام الجاري، ومن بينها الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية المنتدى طويلة الأمد التي تتضمن وضع خطة لتحقيق أهداف المنتدى، التي تتضمن تنسيق التعاون في الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء، وتعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز، والتي جاءت على رأس أولويات مشاركة المنتدى في فعاليات يوم خفض الانبعاثات، والذي عقد للمرة الأولى خلال قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ. ووافق الاجتماع الوزاري على تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية والفنية التي اقترحتها قبرص لحشد المعرفة والخبرات المتاحة بالمؤسسات، لا سيما في مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة والتخفيف من تداعيات تغير المناخ. يبقى الهدف بتاعنا الأساسي هو تأمين الإمدادات، وتأمين الإمدادات لبلادنا الأول، أسواقنا المحلية، ولما تبقى أسواقنا تبقى متشبعة بالغاز وعندها اكتفاء للسوق المحلي بتاعها نبتدي نصدر. ولذلك احنا بنقول ان في اكتشافات موجودة، وفي مخزونات متوقعة، وفي احتياطيات متوقعة. طيب ايه الهدف؟ الهدف ان احنا نتعاون مع بعض عشان نعجل من تنمية هذه الاكتشافات والاتيان بيها بسرعة، علشان نقدر بقى خلاص مثلا حققنا الكفاءة الذاتية في بلادنا نبتدي نزود بقى مواردنا بالتصدير، فيبقى من خلال هذا التعاون الإقليمي. احنا اشتركنا وساهمنا في تأسيس هذا المنتدى حتى نحافظ على حقوقنا المواردنا الطبيعية في فلسطين كأي دولة ثانية، ليست فقط من ناحية التعاون بين الدول، ولكن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والسيطرة على هذه الموارد وحقنا في استخراجها والاستفادة منها. فهذا إذا لم يكن هذا هو أهم الأهداف التي شاركنا هذا المؤتمر من أجلها. شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب في وضع حجر الأساس لأول مصنع لإحدى الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط، ويقام المصنع باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان. وعقب وضع حجر الأساس أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره لبدء الخطوات التنفيذية لإقامة المصنع الجديد واختيار الشركة لمصر كوجهة استثمارية لتنفيذ مشروعها في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 120 ألف متر مربع، وما يمثله ذلك من أهمية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية ووضع مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى الدول المجاورة. انطلقت فعاليات مؤتمر يورو ماني مصر 2022 بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد، حيث يناقش الفرص الاستثمارية التي تسعى أجهزة الدولة لاستكشافها، فضلا عن الخطط التي تنفذها المؤسسات الحكومية لجذب المستثمرين. أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في الشرق الأوسط شهدتها القاهرة التي تحظى بزخم استثماري كبير، فعاليات يورو ماني مصر الذي يبحث هذا العام في الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين ومسؤول الشركات والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والدولية. مصر زي ما بنقول هي قوة عظمى في الاقتصاد الأخضر، تمتلك كل المقومات اللازمة لأنها تنتج طاقة متجددة خضراء بتكلفة قليلة جدا، وده بيديها فرصة كويسة جدا انها تجتذب استثمارات خارجية سواء في التصنيع او انها تصدر الطاقة دي الى الخارج. الكثير من المحاور كانت على اجندة فعاليات المؤتمر، كان على رأسها مناقشة ما تم انجازه في العام الماضي من استثمارات وما ينتظر مصر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يسهم في رسم صورة واضحة لخارطة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. المؤتمر ده
بيركز على حاجة مهمة جدا وهي أهمية الاستدامة في النمو للقطاعات والشركات بشكل عام وبشكل خاص لما نيجي نبص على مصر. طبعا ان احنا طلعنا من كوب 27 حاجة من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها هو ان احنا ازاي نقدر نكبر شركاتنا بشكل مستدام، ازاي نقدر نوسع مجالات مختلفة، نقدر ان احنا نطلع بيها عملة صعبة لمصر، مش بس التركيز على قطاع السياحة، او ان احنا ازاي ان احنا نقدر نوسع قدراتنا على سبيل المثال ان احنا نقدر ننتج اكتر نصنع اكتر. الانتاج الزراعي من اكتر الحاجات اللي مصر متميزة فيها، يعني احنا عندنا حصلات زراعية كتير مشهورة بجودتها ومشهورة بامكانياتها في العالم كله. فاللي محتاجين ان احنا نعمله في مجال الاستثمار دوت ان احنا نهتم بتسويق المنتج ده في جميع انحاء العالم، وكمان خصوصا الفترة بتاعت كورونا اللي فاتت كان العالم ابتدى يتحول من شرق اسيا ويدور على بدائل، فاحنا طبعا كنا احسن بديل نقدر نصدر حصلات الزراعية بتاعتنا. العديد من الأزمات الاقتصادية يواجهها العالم، سواء التعافي من جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الاستثمار والاقتصاد العالمي. ووسط كل تلك التحديات تسعى مصر للخروج من هذه الأزمات العالمية المتلاحقة بأكبر مكاسب اقتصادية واستثمارية ممكنة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وفي أسواق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مدفوعة بعمليات شراء لدى المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.99% في المئة ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.38% في المئة ليغلق عند مستوى 2704 نقاط. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.41% في المئة ليغلق عند مستوى 3986 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و57 قرشا للشراء و24 جنيها و66 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و78 قرشا للشراء و25 جنيها و88 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 29 جنيها و85 قرشا للشراء و29 جنيها و96 قرشا للبيع. أما على صعيد العملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و55 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. قاد المؤشر السعودي انخفاضات في أغلب أسواق الخليج الكبرى مسجلاً أدنى مستوى منذ إبريل من العام الماضي مع تنامي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 2.5% إلى أقل مستوى منذ إبريل من عام 2021. وهبط المؤشر الرئيسي في أبو ظبي 7% مع تراجع سهم أكبر بنوك البلاد. وفي دبي استقر المؤشر، وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.3%. وفي البحرين تراجع المؤشر بنسبة 1%. ختام أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لأدا وأميرة، إليكما من جديد. شكرا لك ليلى.